معنا من الدوحة مراسلة العربي وهيبة بوحلاية. أهلا بك معنا وهيبة، قولي لنا تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر. أهلا بك يا سونيا، صباح الخير. نعم، أنا هنا في أحد القاعات مؤتمر القيادات النسائية لدعم الأسرة ولدعم المرأة والطفل الفلسطيني في يومه الثالث. اليوم هو اليوم الثالث والأخير طبعا، بحضور أكثر من 500 سيدة قيادية من أكثر من 50 دولة. يجدر الذكر أن أمس كان يوم مهم جدا بحضور السيدة لولو الخاطر التي ألقت كلمة مهمة جدا أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني والأسرة أو حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الأمان كحق من حقوق الإنسان وأبسط حقوق الإنسان. أكدت أيضا فيه على دور قطر وأيضا موقف قطر الرسمي والثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق أيضا اللاجئين في العودة. اليوم هو ثالث يوم وآخر يوم سيحضر أو سيشهد جلسات مفتوحة نقاشية هنا في أحد القاعات. سيتم التطرق لعدد من المسائل المهمة بحضور عدد كبير من البرلمانيات من دول عربية وأيضا دول أخرى على رأسهم الجزائر والبحرين. كذلك ستشارك عدد من البرلمانيات من الأردن ومن تونس ومن الكويت وأيضا من أندونيسيا وماليزيا. أهم النقاط ربما التي سيتم التطرق لها أو مناقشتها خلال هذه الجلسات الختامية والتي من خلالها سيتم الوصول إلى جملة من التوصيات التي سترفع إلى الجهات الرسمية سواء كانت أممية أو جمعيات خاصة بحقوق الإنسان. ربما أهم ما سيتم التطرق له هو حق النساء الفلسطينيات في ما يخص الإعالة أو إعالة هؤلاء السيدات خصوصا المعيلات للأسر والأرامل، بالإضافة إلى الوقوف على أوضاع الأسيرات الفلسطينيات وأيضا الظروف الاعتقالات للنساء الفلسطينيات. أيضا سيتم مناقشة أهم المشاريع والمبادرات التي ستقوم هذه الجمعيات أو هؤلاء البرلمانيات بدراستها من أجل توفير التعليم سواء المدرسي أو الجامعي لأكبر عدد من سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى وجمعيات أخرى سيتم إنشاؤها لمساعدة النساء المعيلات وغيرها من النقاط المهمة. كذلك سيتم البحث أو دراسة مجموعة الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها رفع توصيات من أجل إيقاف الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا جملة أخرى من التوصيات التي سترفع مع نهاية هذا اليوم الذي يعتبر هو آخر يوم من هذا المؤتمر المهم جدا الذي سيتم رفع هذه التوصيات كما سبق وذكرت إلى الجهات الرسمية سواء الأممية أو الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة في كافة دول العالم ولعل الوطن العربي أيضا. شكرا جزيلا لك وهبة وحلايس مراسلة العربي، كنت معنا من مقر مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة وطفل الفلسطيني في الدوحة. شكرا.